السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة أرديس، وبالضبط في الشريط الساحلي المقابل للمركز التجاري تاع أرديس. وهنا نشوف أنه الأشغال نتاع التهيئة نتاع الشاطئ هذا وصلت إلى حدود يعني منطقة مدينة الجزائر، إذن نتاع المشروع نتاع أرجي مدينة. إذن هنا نشوف في انه فيه اشغال تاع التهيئه نتاع الساحل هذا على المقابل لمركز تجاري تاع أرديس، لكن دائما وابدا غياب تشجير، قضيه التشجير يعني تبقى عقده المسؤول الجزائري. اذا هذا هو نشوف انه الاشغال هذو اللي كارو نتاع التبليط نتاع ولا التغليف نتاع الارضي. اذا فيه اشغال. على كل حال قضيه ترك الشواطئ الرمليه، انا والله العظيم اتعجب. المفروض الشواطئ الرمليه يقضيوا عليها في كل خليج الجزائر، لان الخليج نتاع الجزائر هي منطقه ملوثه 100%. هذا أمر غير يعني مفروغ منه، لأنه تواجد ميناء ضخم، بواخر تترك يعني فضلات نتاع الزيوت وما إلى ذلك، زائد القنوات الموجودة على طول الشاطئ واللي تفرغ تزيد تلوث. اللهم إذا حققنا هذاك الهدف نتاعنا نتاع زيرو بوليسيون اللي كنا حابين نديرو، محطات لتصفية المياه المستعملة وتكون مياه صافية، وكذلك نقل ميناء الجزائر من منطقة الميناء ولا تكثيف عملية الرقابة على البواخر الملوثة اللي تأتي إلى ميناء الجزائر. بدون هذه الإجراءات يعني المحطة الساحل نتاع الخليج الجزائر يعتبر غير صالح للاستجمام. إذن انا يعني والله ماذا بيا لو كان يديروا ديكورنيش هكذا وينحيوا كاع هذو لي بلاج هذو في السحب، يديروا لي بلاج خارج الجزائر ممكن. إذن هنا نعود للتهيئه نتاع إذن الساحل تاع أرديس، والملاحظ هو مقارنه باخر مره اللي جيت وهذه عندها تقريب عام، المقارنة هي أنه الآن فيه أعمدة تاع الإضاءة، إذن فيه إنارة عمومية تم وضعها، والآن رانا رايحين بالاتجاه نتاع الصابلات، ونشوف أنه الأشغال مشات شوية باتجاه المصب تاع وادي الحراش. نمشي نزيد نشوف ونزيد نوصل حتى للمصب، نحاول نروح ابعد مكان ابعد منطقه. والان هنا نشوف انه فيه نماذج تاع التغليف الارضي، هذه النماذج افضل بكثير. هذا هو النموذج يعني الحقيقي اللي كان المفروض يديروه في الكورنيش تاع السواحل. هذا الشكل هذا هو الافضل، هذا الشكل والنموذج هو الأكثر ملائمة للتبليط في الكورنيش، وكان هذا هو الأفضل. وهنا رانا نخلطوا فيه يعني أشكال مختلفة. ودائما نعاود نذكر غياب تشجير، هذه مشكلة كبيرة، مشكلة والله إلا مشكلة. وهنا نشوف أنه هذه المربعات تاع التبليط هما جميلة جدا، هذا النوع تاع التغليف الأرضي رائع. إذن هنا نلاحظ أنه في أشغال جديدة رايت يعني ماشيه يعني باتجاه باتجاه المصب تاع واد الحراش.
نزيد نص تمر على كل حال. نخلوكم تشاهدوا تابعوا الفيديو، ما تروحوش بعيد، نخلوكم تابعوا يعني بقية الأشغال، نشوف وين راهي واصلة. إذا أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.